يبدو أن المشهد السياسي في السودان يتجه نحو مزيد من التعقيد، فبعد تصعيد الشارع الأخير وتضارب الأرقام بخصوص سقوط قتلى وجرحى، خرجت الشرطة السودانية في مؤتمر صحفي أكدت فيه قوة الأمن أنها تعرضت لاعتداءات من قبل المتظاهرين يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ما أسفر عن وقوع قتيل في صفوف الشرطة وإصابة العشرات. نؤكد لكم نحن في قوات الشرطة أن الإعلاميون شركاء أساسيين في العملية الأمنية وفي إدارة هذا البلاد بتمليك الحقائق للمواطنين والرأي العام المحلي والعالمي. في مسيرات الفترة الأخيرة يعني أصبحنا نشاهد أرقام للوفيات في بعض القنوات الفضائية، في حين أنه في الواقع أو حتى لدينا كاميرات تراقب إذا معظم مناطق العاصمة، في الواقع تكون هنا ليس هناك مسيرات حتى موجودة على الأرض أو هي أعداد محدودة ولم يتم التعامل معها بواسطة أفراد الشرطة أو قوات الشرطة. توضيحات الشرطة السودانية تأتي بعد تأكيد لجنة الأطباء السودانية مقتل أكثر من 10 متظاهرين إثر اشتباكات مع قوات الأمن السودانية في احتجاجات الأربعاء الرافضة قرارات البرهان، خاصة بعد تصعيد المعارضة لهجتها وتهديدها بتنفيذ عصيان مدني وإضرابات. وتشير آخر الأخبار من الخرطوم إلى موجة اعتقالات جديدة في صفوف متظاهرين ظلوا طوال الليل في شمال السودان أمام الحواجز، بحسب مصادر إعلامية سودانية أكدت كذلك عودة شبكة الاتصالات تدريجياً الخميس بعد أن ظلت مقطوعة منذ 25 أكتوبر الماضي.